السلام عليكم. فيصل مش سقاني امراض امراض ياك سيدي مهدي ابو ناضل سيدي مهدي دي بوحوه بوحوه جماعه عين عزيزنا قداني ترسمت هذا تقيمين طاسكو شوف زين ده اوه اوه يا تخربي ذي سكي طيب صنخ الكونوز أقوم الإخوان مرة طبيعة النمونة في طبيعة قزني ذي القمرة بظن مرة كنت مرة الخبث نوع عن الخبث يتسمى ويوغانا الزونة خلقوا نوز دي قمرة قابل هذا يموت بها ما نمكن نوز هذا يتغذف وش سقانا فيصل؟ سيدي مهدي هو ولي سيدي مهدي سيدي مهدي بدوار بوحوه جماعة إعزان الإقليم النار يتعرض لنتمي النبش من هواة وحفار البحث عن الكنوز أو ما شابه فيصل كمل ذا شحال غاس قاي تما انت علاش مشى انت ما فيصل من يعني مش ايه مش اني يبع لنا غير من يعني من يعني وين ابي
ماني 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 وش انا حرف 12 اش تشخك ما يمي غزين دا غنطيس جلس باش تسكيني ولا ميمون ميس السلطان ياه قحيان قحيان بن سيد الجبل سكس نفايس أرمور بانه هم زين بس شوي عاش بس نتصدع فات تلمه السياسة جميع متوخص ما هذا ما؟ لا سيخ زي عزم ليش أنا حاجة ديرحي ما عارف مش عارف كيف دير وايد مش فايسان؟ لا بشكتين دير خلاص ها؟ بشكتين دين عربين دين انت انت يا خبار لا هنا بين الله ما عزونا خلقونا عزم خشان حاجتين اي ملك كيف؟ يمين تكسن زي ابغا وين ضمتنا ولا؟ وين ضمتنا ولا ضمتنا بشي تغزي من دين تسنكسن مربع؟ ما ريت همشان؟ هو 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 تسنكسن فإذا السجاح مش هيك اشتغزوا لي اسود دياء شو وقت شو نطر قرنا ويهدي أو تي ها قلت سنت أصدع تولد أقصد بقديم يرخوا اسود دياء ونحن تلفون دياء غير الدياء غاو هم يمون بس السلطان دي جرحيان أو نقام رقش سجاح طويل عربي تخيف هذا قام معرض كيني يموت كنتي وندر فهم ذي القوب بي ثاني تامون واو شنو غزيت
اسم الدكان ولا الخو تاعنا محل ما الدكان هنا هنا هذا هو مرسي غيمو اسم الاولياء اين الصالح هنا مش دغاس نقارق بل اتودي الناس هنا مقابع عند الناس هنا وين المقابر عند الناس خو صافي قريب حد شوري مشاري بحال اسم مع المدير خو دروتي من جس الدكان ما يميم واش متغزني ولا على زون غزني عزون زيد عزون خلكون وزين ولكن اولياء الصالحين جان توات جان يمكن ولا دوان انت من بينه ربما هذا قبر من قبر اولياء الله الصالح قد من تنيو غنا زون ديس نتكون ثلاث وزينا روح الديار أنتم السابقون ونحن اللاحق اللهم اغفر لهم وارحم سلام عبد الله اقلعي رحمة الله عليه يموت مواني على مسكين هو مثلا حمز لا يندر مسكين في عمال وليد فسنة طواز 207 هذا قبر الفقيد زري وحمد توفي 30/2016 في حماد رحمة الله عليهم جميعا قبر الراحل قوم يموت السرطان في حماد رب العالمين توث إنسان يعني ذي المستوى اللهم ارحمه واغفر له يا ذا الجلال والإكرام اللهم آمين يا رب العالمين فيصل